اكو مثل عندها لنا حلو دائما الكل حتى الزبائن تقوله، اريد شيء حلو ومناسب ورخيص، حار ومكسب ورخيص. هذا الايباد 2022. شوف اذا انت من محبين الالعاب، اذا انت دكتور، اذا انت مهندس، واذا انت طالب وتريد شيء يريحك، واذا انت رسام ماهر، ركز لي هنا، رسام ماهر مو مبتدئ، هذا الايباد راح يفيدك بمجال عملك. واذا انت كان عندك لابتوب وثقيل ويخلص شحنه بسرعه، هذا الايباد راح يغنيك عن اللابتوب وراح يختصر لك الوقت. تعال لي خلنا نعطيك هسه بالبدايه نصيحتين تفيدنك كلش، وراح اختبر لك الايباد بقوه تحمل الشاشه وللظهر. ممكن هاي يمكن اول واحد يسويها عراقي، بس خلي نشوفكم اليوم قوه تحمل الايباد للصدمات. قبل ما اذني تشوفن كلهن، اذا كنت بعدك ما متابعني فروح تابعني وفعل الجرس حتى توصل لك فيديوهاتي باسرع ما يمكن، ولا ظن انه اجيك بشغله ما تفيدك، صدقني مجرد الفائدتك كل شيء ما اريد، بس فائدتك عندي. خلنا نبدي بالنصيحتين اللي في دنك اذا اشتريت هذا الايباد ان شاء الله، او اي ايباد انت اخذته بحياتك. قبل ما تقتني وقبل ما تستخدمه، حاول تلزق الشاشة باسرع ما يمكن حتى لا يصير بيه طبعات اصابعك، ومن انت اللي تبيعه تروح فلوسك. واشتري له كفر اصلي يكون مو قوي على دقمة الباور اللي هي دقمة الاطفاء والتشغيل، لانها خصوصا الايباد برو خصوصا بالنسخة السابقة هاي الدقمة بسرعة تعطل اذا الكفر كان مالك مو اصلي. هذني في دنك، لان انا الشيء اللي اواجهه بمجال البيع والشراء اواجه انه لو ثلاث نقاط اربعة موجودة بالايباد من وراء الاصابع، انه هو ما لازق له لزقة او تعاجز انه يشتري له، او بخس انه اشترى الايباد بس وخس حق اللزقة انه ما اشتراها، او اشترى الكفر مو اصلي بسعر مناسب كلش حتى يحمي وما نسى يحمي دقمة الباور، هاي بسرعة تعطل. هذني نصيحتين يفيدنك وما ينقصن من قيمة الايباد. الحلو باجهزة ابل انه تشتريه غالي وتبيعه هم غالي، يعني تخسر بيه مبلغ بسيط فلوسه بيه. على قولته هذول اهل المعارض من تفوت عليهم يسوون شلون يقول لك هاي دولار. فالحلو باجهزة ابل انه هي دولار، انت ما ردت تبيعها اي واحد يقدر يشتريها من عندك، صديقك، جارك، او حتى ابو المحل اللي انت تريد تبيع له، مهما كان المحل ومهما كانت منطقتك اي واحد راح يقدر يشتري الايباد. طبعا مو معناته انه سامسونج ما حد يشتري واجهزة الاندرويد ما حد، بس يا اخي انه اشوف الاقبال على ابل اكثر شيء بمجال البيع والشراء. خلينا نحكي شوية على هذا الايباد. الايباد راح يجي بالمعالج M2، طبعا هذا المعالج نفسي لاجهزة الماك. الحلو في هذا الايباد انه بيه حجمين، طبعا ما اختلف على النسخة السابقة بالشكل، لو حطيت النسخة السابقة بصفه ما راح تقدر تميزه بالشكل الخارجي، اما عن طريق الاعدادات او عن طريق البوكس مالته اللي يختلف عن الجيل قبله، بس كشكل ما اختلف عنه. اذا اشتريت هذا الايباد وعندك كفر، نفسية الكفر هو يقعد عليه، بس تلزق الشاشة ضروري كلش. المعالج مالته الام2، طبعا المعالج مالته هذا جبار وخارق الى ابعد الحدود، راح نحكي عنه شويه بمختصر مفيد لا نوصل الشغلات ممكن انت تملي لك. طبعا اذا انت كنت مهندس، هذا الايباد راح يفيدك بمجال الهندسه مالتك، لان هذا راح يدعم البرامج تصميم المشاريع. واذا انت كنت دكتور راح تدعم التطبيقات اللي تجي بتقنيه ال3D. واذا انت كنت طالب راح يعطيك الدعم الكافي هذا الايباد، الدعم الكافي، وما راح تواجه اي مشاكل، خصوصا انه هذا الايباد من خلال المنفذ التايب سي راح تقدر تربطه بالشاشه الخارجيه بكل سهوله. طبعا الايباد راح يجي بالرام 8 اللي الذاكره 128 256، وراح يجي برام 16 للذاكره 1 تيرا و2 تيرا، 2 تيرا يفيدك ب 2 تيرا. طبعا لهذا ياخذ الايباد يفكر من انا الخمس سنوات ممكن ما يحتاج شيء غير هذا الايباد. طبعا هذا القلم اللي بيدي ما يجي ويا الايباد تقدر انت تشتري. اذا انت كنت تريد تشتري لابتوب، ليش يعني تخسر فلوسك باللابتوب؟ وهذا تقدر من خلال انه تقدر توفر لك $1000 او $1500 كحد اقصى للحجم 12.9 باي ذاكره. طبعا تقدر تشتري مستلزمات وياه، لزقه والكفر وحتى القلم. افضل لك انه هذا الشيء انه اي مكان انت تقدر تستخدمه، بالكوفي، بمكان عملك، بالمكتب، حتى وانت بالشارع تقدر تستخدم هذا الايباد وما راح تواجه اي شيء. طبعا الايباد اللي يجي بمنفذ الشريحة، طبعا هو اكيد يجي ويا واي فاي، بس اكو ايباد يجي بمنفذ شريحة.
الشريحة مالته تقدر 5G، طبعا ما موجود احنا عندنا 5G بس هو يجي هاي مواصفاته. يعني من يجي 5G يجي المعالج ماله قوي، طبعا المعالج مالته هذا شكل لك لا غبار عليه، خصوصا اذا انت كنت مصور وراح تريد تنقل المعلومات من الايباد، صورت بالكاميرا تريد تنقل المعلومات من الكاميرا للايباد، ما راح تواجه اي مشكلة، بل ويختصر لك الوقت. اذا كان عندك حاسبة فجرب هذا الايباد، صراحة جرب هذا الايباد يختصر لك الوقت الكافي، وش اقول لك يعني الشغلة اللي كانت عندك تطول ساعة وساعتين يمكن تطول هنا بهذا الايباد 10 دقائق بس ويمكن اقل. جرب وتذكر حكايتي. أبل ضافت لك بهذا الآيباد ميزة كلش حلوة، وهي أنه الآيباد يستشعر القلم عن بعد 12 مليمتر، عن هذا البعد تقريبا يستشعر القلم مالته. مو ذيك الميزة الكلش قوية، خصوصا بس لهاي الميزة تفيد للي يستخدم الآيباد بشكل متواصل. طبعا من تستخدم الآيباد على طارئ الشكل المتواصل، هذا الآيباد راح ينطيك 10 ساعات متواصلة، البطارية مالته راح تعطيك 10 ساعات. ما حد من عندنا يستخدم الآيباد بشكل متواصل 10 ساعات أكيد، لأن اللي يريد يستخدمه ساعة ساعتين بالزايد ويرجع الآيباد على الشحن، بس هذا الآيباد راح ينطيك 10 ساعات متواصلة للحجم 12.9، والحجم 11 إنج من 5 ساعات إلى 7 ساعات ممكن ينطيك بشكل متواصل. الايباد هذا بالنسبه للصوت، الصوت مالته رهيب جدا وعالي ونقي. طبعا هذا الايباد اكو مشكله احنا كنا سابقا نواجهها بالجيل الاول، الجيل الاول هو المعالج الاموان ال 2021 اللي يستخدمه بشكل متواصل، الايباد ممكن يعلق عنده. هذا الايباد ما راح تواجه هاي المشكله نهائيا، حتى بالرندر راح يكون الايباد كلش سريع. طبعا هذا الايباد اذا كنت انت مهتم للكاميرا راح يجي الكاميرا مالته لا باس بيها، يعني كاميرا زينة لا بأس بيها. بالنسبة للكاميرا الأمامية راح يعادل لك الصورة، شلون؟ يعني إذا أنت كنت تصور بالآيباد بالطول أو كنت تصور بالعرض فراح ينطيك نفس الصورة وما راح تواجه بي أي مشكلة. أما بالنسبة للألعاب الآيباد ما أسولف لك عليهم، تعال خلينا نعيش أجواءهن وبعدين نختبر الآيباد ونختبر قوة شاشة الآيباد، مو بس قوة شاشته، قوة الظهر مالته. طبعا هذا الايباد راح يشغل لك باعلى فريمات اي لعبه انت تستخدمها، اي لعبه انت تستخدمها راح يشغلها باعلى الفريمات. بالنسبه للببجي هي حاليا تدعم 90، ولو كانت الببجي تدعم 120 بعديتي، ولو كانت الببجي تدعم 120 ايضا يشغلها ب 120 هرتز. اي لعبه اعلى فريمات ايش قد الشغل، هو الايباد راح يشغلها اعلى الفريمات. هنا هاي هم لعبه جديده، طبعا شغلتها باعلى الفريمات ومثل ما تشوف الصوره تبارك نقيه الى ابعد الحدود، وما شاء الله معالج رسوميات انطانا صوره محترفه الى ابعد الحدود. هنجربها بلعبة السيارات. وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة اختبار سقوط الآيباد أو قدرة تحمل الآيباد للضربات أو للسقوط. المرحلة اللي تحتاج نطلع الآلات الحادة واللي قلوبهم ضعيفة لا يكمل الفيديو. قبل ما نختبر تعال لشوف الآيباد من غير أي درجة حماية. هاي الشاشة مالته ماكو أي لاصق حماية، أي لاصق حماية ماكو. طبعا هذا الآيباد الايباد حقيقي، لا دمية ولا اي شيء، شفته؟ تأكدت انه ما بي اي درجة حماية. طبعا الايباد كل الاشياء اللي بيدنا وكل الاشياء اللي نستخدمها بحياتنا معرضة لكل شيء، اولهم هذا الايباد. طبعا الايباد انا اشوفه مو ثقيل باليد، ممكن وزنه لا هو ثقيل ولا هو خفيف متوسط، بس الايباد ممكن يتعرض لاي شيء، وهي واحدة من اهم مثلا وانت ضجت طيحت الايباد هاي الطيحة. طبعا هاي طيحة
بسيطة نظرا لل اكو مثلا انت الايباد، انت هذا الايباد مالك، بس اخوك الصغير انت نايم اخذه من عندك، وقع من عنده، هاي طيحة الايباد بعدها تقريبا هسه ايش قد 40 50، بعدها ايش الاجواء وياها، طاح الايباد على الشاشة مالته، تجي تباوع للشاشة مالته، اخذ الصدمة مضبوطة لو ما اخذها الصدمة مضبوطة شوف ليها. طبعا لحد الان ما اخذ الصدمة المضبوطة اللي احنا ممكن نقول هذا الايباد شاشته قوية. خلي نجي نتأكد من الشاشة ما بيها اي شيء، اي شيء حاليا، بس يكمل ويانا للاخير ونشوف ياخذ الصدمة مضبوط. عندنا الات حادة خلي نستخدمهن على هذا الايباد، لو نطيحة تردون للارض، انتم مختار تردون للارض او استخدم للتشاكوت. خلينا نشوف مكان اعلى لهذا الشاشة مالته. طبعا هسه مسافة جد اخذ اخوك الصغير والتنايم وطيحها من ايده، وهاي الضربة طبعا اشوفها شوية قوية، هاي شوية قوية، خلنا نتأكد من الشاشة، الشاشة بعدها مقاومة، بعدها تقول لي انا ما اخذت الصدمة المضبوطة اللي ممكن انكسر بي. جد شوية اعلى بعد، شوية اعلى، شوية اعلى، خليها منانة منانة، شوية اعلى بعد، 1 2 3 هم طيحة اخوك او ابن اخوك او ابن اختك. طبعا صراحة ما اشوف انا اخذ الصدمة مضبوطة، الضربة هاي قوية ممكن يتعرض لها اي ايباد، بس الاشياء اللي احنا كنا نواجههن بمجال البيع والشراء، يجين الايباد مننا لو مضروب، لو اقول له يا بليش هيك ضربة، يقول لي هذا من خلال الكفر. خلينا نطيحها بداية على الظهر مالته، ولو هو بيبروز شوية من الكاميرات بس خلي نشوف على الظهر مالته، راح يتأثر نفس او راح ينحمي او راح ظهر مالته يجيب نتيجة مثل الشاشة. 1 2 3 لا تغمض عينك لان شوف وعيش الاجواء ويا هذا الايباد. ظهر مالته طبعا ما تأثر، وحتى الكاميرا مالته لو تشوف ليها ما تأثرت اي شيء. الايباد لحد الان قوي، بس اريد اختبره بعد اقوى، نعرضه الضربة ثانية، ما احس نفس المدى انه انا انطيتها. تقريبا ايش قد جاي اشوفها، متره ما ادري، يمكن متره، خلينا نشوف الظهر مالته قوي مثل الشاشه. طبعا هو ممكن ينضرب على الظهر بس تنكسر الشاشه، لحد الان الشاشه اشوف صاغ سليم. خلينا نشوف الظهر، الظهر هم صاغ سليم، وحتى الكاميرا مالته. لين خاف لين على الميز، خلينا نشوفه والله على الكاشي. الايباد نبرز له الدرنكسات، نشوف الشاشة ما تتزلغ لو ما تتزلغ. طبعا هو ممكن ماكو شيء ما يتزلغ، بس قل لي اكثر شيء احافظ على نفسه، اكثر شيء ممكن يحافظ على نفسه. طفي الشاشة. طبعا هاي شاشة الايباد لحد الان محافظة على نفسها، فنخليه وهي طافية. طبعا هذا الدرنكيس جاي يشوفه آلة حادة باعتبار لحد الان جاي يتحملهن الايباد، وما اعتقد حتى ما جاي حتى لحد الان حتى زلغ ما نزلغ، لحد الان قوي الايباد صراحة. بس طبعا انه شاشته كبيرة ترى هو معرض للكسر اكثر من الموبايل، بس ما ادري عاجبني انا هذا الايباد تنكسر واشوف شاشته مكسورة، ما ادري ليش اريد اعيش الاجواء وياها شاشته مكسورة، ما اريدها محافظ عليها. ضربة ضربة للارض، ضربة واحدة للارض، ضربتين ما اعتقد، وبتشاكوش اكيد اكيد ينكسر، بس انا اريد اجرب الكسر مالته على الارض، اشوفها يعني اشوفها احلى لا ياخذ الصدمة على الارض احسن من الشاكوش. يلا تعال خلينا نعيش الاجواء للارض، راح نعرضه للضربة المباشرة وللصدمة القوية للكاشي او للسيراميك، وراح ناخذ الكاميرا الامامية مالت الايباد نفسيته، واكرر انه هذا الايباد مو دمية، الكاميرا الامامية اذا بقى الايباد صاحي راح ناخذ هذا الفيديو مالته، واذا ما بقى صاحي بعد منيح نجيب الفيديو هذا مال الكاميرا، فشوفوا بعينكم حتى ما تطفى الكاميرا الامامية بعدها ما طافية. 1 2 3 مباشرة للأرض، شوفها
اللي قلبه قوي يكمل. شوف اول مره ما اتاكد انا الكاميرا الاماميه لحد الان شغاله وشاشتي قويه واخذت الصدمه مضبوط. نطفي الايباد بلا ونشوف الشاشه. حتى لحد الان ما بيها اي شيء. الشاشه لحد الان سليمه وتقول لي يابا انا قويه واليوم ما تكسرني الا من خلال تشاكوتش اذ لا استخدمته. والله يمكن انا انكسر. هنجرب التجربة الأخيرة هاي. انكسرت ما انكسرت بعد شو اسوي لهذا الايباد؟ نجيبه للتشاكوتش. عيش هاي الأجواء على كيف كيفك. تقريبا هذا وزنه تقريبا 5 كيلو. على أي شيء ضربة راح يتفلش، فمن خلال يمكن ضربة واحدة شوي راح تبعد لين خاف يتطشر قزاز على عيوني. هسه نجي للضربة القاضية وهي ضربة المطرقة أو التشاكوتش باللغة العامية. وهذا الآيباد حقيقي مثل ما جاي تشوفون. أي شيء أنت عندك يتفلش، أي شيء شاشة مالته قوية لحد الآن، بس أي شيء بهذا التشاكوتش تفلش. هذا مجرد إحنا هج للموت على أكثر. فأول ضربة أعتقد راح يتفلش، فراح شوي أبتعد أكثر. واحد ناخذه بالبداية هنا، بعدين هنا، بعدين هنا، بعدين هنا، بعدين هنا بالنص. واحد اثنين ثلاثة. أول ضربة، ثاني ضربة، ثالث ضربة، رابع ضربة، خامس ضربة. والله لحد الآن زين، ما تفلشت الشاشة. ممكن بس البلازما، قرب لي شوية. بس البلازما إذا جاي تشوفها، بس البلازما تفلشت. جاي تشوف هذا كسر البلازما. هنا أنا هسه أخذ ضربة المطلوبة والضربة الحقيقية. من أنا هنا طقت الشاشة، من أنا طقت، بس ما انكسرت الشاشة لحد الآن. فقط البلازما الخارجية. للعلم انه خاف الايباد مالتك البلازما تنضرب، وحسبالك انه اكو تبديل بلازمات للايباد. نهائيا ماكو تبديل بلازما، قبل شاشة. فهسه هاي اذا رادت تستبدل تستبدل شاشة كاملة. ما ادري الكسر مبين يمك مسلم؟ هذا الكسر مثل ما واضح. انا شوي بس اصعد عن الايكلود. شوف الكسر اللي صار بالشاشة. شوف لي هسه، شوف لي هذا هنا الكسر وشون مشي واصل تقريبا هذا اللي هنا كسر البلازما. ولحد الان الشاشة الداخلية ما انكسرت. الايباد يعني صدق قوي لو هو اصلا قوي. خلينا نشوف الظهر مالته بعد، احنا مكملين عليه مكملين عليه. طبعا هذا الظهر نفس قليل بسرعة ذن ضربا وصارا بي. جاي تشوفهن وعلهن، ركز لي عليهن. ضربات التشاكوتش والمطرقة كلهن اخذهن. ظهر مالته يعني نفس النسخة اللي سابقا. النسخة السابقة ما مجربها تحت هاي الصدمات القوية، بس الظهر مالته من يجيني بالبيع والشراء دائما بيه شيء. فاقول له يا ابا وين موقع؟ يقول لي من خلال الكفر نفسيته. بس بالفعل طلع انه الايباد حتى الظهر مالته النسخة السابقة وهاي النسخة بسرعة ياخذ أي شيء. فدائما أنت من تشتري هذا الآيباد الكفر مالتك كل أسبوع طلع عن الكفر، إذا بيتراب أو بأي شيء طلع حتى ما يصير بيه شيء وتخسر بيه كل شوي بالبيع. وصلنا للضربة المميتة لهذا الآيباد. ضربة مميتة يعني بعد انتهت الشاشة، مو بس بلازمة، لا الشاشة. خلينا نجربها للأخير. واحد اثنين ثلاثة. زين الايباد لحد الان متحمل. نعيدها شوية اقوى. بعدك اخذها لحد الان. شوف اخذها صدمة هسه زين، بس هم بعدها بس بالبلازما. شاشة ما جاي تنكسر مالت الايباد. ضربة مميتة للايباد هاي، صدق مميتة للشاشة. راح اعتقد راح توصل. واحد اثنين ثلاثة. واخيرا سكت الايباد وهنا ارتاحيت من عنده. باو عليه، ما ظل اي شيء بالشاشه. هنا سكتت الشاشه من ورا تقريبا 4 ضربات مميته. الايباد صراحه شاشته قويه حيل. اول مره اشوف ايباد بهاي القوه. لو جيت لي وقلت لي باو عليه الشاشه شلون تهشمت، ما ظل من عنده اي شيء الايباد. صار في خبر كان.
لو جيتني وقلت لي هذا الايباد قوي راح اقول لك كلش قوي، مو بس قوي، اكثر من ضربه. هنا أنا تقريبا نص متر او اكثر، هنا أنا تقريبا مترتين او متر ونص. كم مره عرضنا لهاي الاله الحاده والايباد ما صح اخ راسي، طقت البلازما بس الشاشه ما طقت. ايباد قوي بمعنى الكلمه، بمعالج قوي، رام قوي، انصحك بالشراء بقوه، وخصوصا اذا اشتريت من مركز بلوستور راح تحصل على ضمان استبدال فوري من خلال ضمان بلوستور الحصري. مكاننا وين؟ البصره الجزائر مقابل الخيمه، ما عندنا اي فرع اخر ولا راح يصير. ليش؟ لان هذا مركزنا دائما هو اللي يحب يوصل لكم باحدث الامكانيات وبافضل ضمان. موجودين بالبصره، عندنا توصيل كل محافظات، واستبدالنا فوري مثل ما شفت هذا الايباد. اذا عجبتك هاي الحلقه واذا عجبتك اي معلومه او اي جزء من عندها اكتب لي بالتعليقات، او اذا ردت اي شيء من عندي اخوك دائما وابدا حسين يقرا التعليقات ويشوف شنو انت اللي تريده. دمتم سالمين، في امان الله، باي باي.